بنتي الحلوة ايش قاعدة تسوي؟ أنظف نظارتي عند الكلينكس. بس أشوف. ألف 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 مبروك حبيبتي. الله يبارك فيك. يا بعد عمري، من شوي كان محمد عند أبوك هو وعبد الله نسيبه وطلعوا، بس أبوك شنو قال لهم؟ عطونا مهلة كم يوم نشاور البنية. ها إيش رأيك؟ مالي كلام بعد كلامكم يما. يا بعد عمري. إنزين، دام الموضوع كذي أنا بحاجيك بعد بسالفة مهمة. شنو نقولي؟ يما يعني أنا أقول لو تهدين سالفة البيعة هذه. يما البيع والشراء مو عيب ولا حرام. إي أدري لا عيب ولا حرام، بس يا يما الحين أنتِ ما شاء الله بتاخذين واحد ولد عز ونعمة وعنده خير، وإن شاء الله مو مقصر معاك. بعدين الناس باكر إيش بيقولون بالله؟ بنت مشعل بياعة؟ صح كلامك يما، فلوس على قلبه ما راح يقصر معي بعد. عافيه عافيه على بنتي. بعدين يما حبيبتي روان، لا تفكرين بس بالفلوس يا يما، لا تخلين كلامك الفلوس. لا حبيبتي، فكري ببيتك وفكري شلون تسعدين ريلك. زين يما ان شاء الله. اي عافيه حبيبتي يما.